هلا والله بالجميع، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم معنا الحلقة 13 من تختيم لعبة ذا ايفل وذن. قبل ما نفوت على الجيم بلاي لا تنسوا اللايك، الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات. خلينا نكمل مع بعض وليتس جو. طيب فصل 13 بعنوان الخسائر. الله يستر، شو بدنا نخسر يعني؟ شو في؟ Kidman. اها شو صار؟ باص كيدمان في الباص، يعني معقول ظلت في الباص ولا نطت ولا ايش صار؟ كيدمان. We won't know unless we get down there. If you're down there, hang on. We're coming. طيب تعال خلينا بابش بالغرفة. اوب 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 اوب. في هذا هون شكله. طيب اوكي، ما هذا يوسف؟ فين جلد؟ ممتاز، اعطوني. طيب 2012، ميرا قد اختفت. لم أسمع عنها منذ أيام. ذهبت لأبلغ لكنهم اعتقدوا أني مجنون. سيارتها حاسبها الشخصي، بعض من أغراضها اختفت، لا يوجد إشارة خيانة، الجميع يعتقد أنها تركتني. إنهم يتحدثون عن شربي إذا كان له علاقة باختفاء ميرا، باستثناء أنهم لم يحللوا الأمر على أنه اختفاء. إنهم ينظرون إلي وكأني الملام على رحيلها، لكني أعرف أنها لم ترحل. شخصا ما أخذها، كانت قريبة جدا لشيء ما، لكن ما كان. أوكي. طيب بلاش ندخل هسه، أنا ما معي كفاية. طيب أوكي، خلصنا من هون يعني. طيب تعال انزل لي تحت. طيب تشيك بوينت. اوكي. Is that acid? ايوه. فك فك يا فك. طيب تمام. ذهب. ايوه شو هذا؟ Jesus, what could cause this much damage? Is that a subway sticking out of the ground?
Yeah, but look how it's positioned. If we can get over there, we might be able to use it to get across. Let's just concentrate on getting out of here. يلا هو رفق يتركنا بحالنا وعادي نقدر من طيب يا سيدي ماشي تعال طيب قبل هذا الحكي خليني اروح ادور هون طيب يلا يلا تعال يا يوسف خلص Hold on. I think I see another way down. I'll meet you on a lower level. Yeah, look, it's sort of عقلاني. نط لهون يعني. بس لو نزل عادي يعني. مش هالإشي الخطير يعني. Damn it. First Kidman, now. شو الصوت هذا؟ ترى طالع لي كمان هون طيب يا سيدي مسكر اوعى عافية طيب ممتاز كيف مربطة والله روفيك عامل عمايله معهم في حدا قاعد بدور طيب كيش تلف اوكي طيب ماشي تعال خلينا نروح من هنا نشوف في ناس جوا في صوت
والله لا يوفقك، كيف شفتني؟ ايه اوكي يلا هات جل، معك جل. معكيش جل؟ مين هذا؟ ولا يا كلب. طيب شو هون؟ خلينا نكمل دوارة برا. ايه ولك مالك، قلب وجهك يا رجل. من تحت ها. طيب تعال خلينا نكمل طريقنا من هون، معناته جل. تمام هون شوفي. اوكي جل.
صح. ايوه في صوت، هذا صوته هون. ايوه هذا قاعد بزرع قنابل، ممتاز جل. طيب انا وين كنت؟ ايوه المفتاح اللي طخيته المفروض انه ينزل هون. وين؟ هاي اوكي كبير فوق. تمام طيب. لا تمام لا طب انا جيت من هون صح؟ طب شو اللفة هاي هنا؟ اوكي طفيناها. طيب لا اوعى يلا انزل يا كبير. يا سلام عجل. Kidman, are you in there? طيب تقريبا قربنا نوصل لكيدمان. احشوها طلق ماجنوم، ممتاز اعطيني اياه. احا شو ها؟ طيب. No, not that way. No.
No. No. Not that way. No. Haven't you figured it out yet? Oh, he loves tormenting others. Has to let them know he has the upper hand. Uh-huh. Lays out the bait. Gets his victim all worked up. His unholy traps. When it was happening to me, I could see what was going on. I could see it, but I couldn't turn back. I had to know. I had to know the truth, and he knew it. Detective Castellanos. Uh-huh. Lady, level with me. Am I going crazy? If one wishes to survive, one would do well to consider who they trust. Are you on? تعديل عدلنا وكملنا وامورنا تمام ما شاء الله علينا. ايوه شو هذا الباب اللي فتح ان شاء الله؟ طيب يا ساتر يا ساتر يا ساتر جل طيب وين ننزل تحت صح؟ اكيد اهش نون الجهاز اها نتعد خريطة طيب ماشي اوكي كيربل ايش هادي كيربل ايش هون أنا منطقة ملغمة لا اوعى يا رجل قديش في معي اثنين وهون واحد احنا قاعدين بنقول دير بالك خلي من هون
طيب ايوه هاي شكلها مسكر المنطقة. اوكي الجل الاخضر، الجل الاخضر ضرب جل، ضرب جل كبريت. Nothing. اوكي اعطيني اياها. جوزيف؟ في صوت طخ. شيل سلاحك هيا. شو ايش فيه يا حبيبي على المطبخ؟ كيف ملغم؟ ايه يوسف مين بطخ قاعدة؟ ولا اشي ولا اشي. طيب شو بدي اعمل انا هسه؟ روفك كمان ما شاء الله. لا كمل. ايش في؟ او جاد ناو وات. بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي طيب هو راح هيك. طيب قبل كل اشي جميل جدا. طيب تعال خلينا نشوف هذا شو ميت. طيب يا ساتر يا الله يا حبيبي يا يوسف. اسرع 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 اسرع. اوبا الحكي اللي بده يطلع من الباب هذا. طيب هذا جاي علي. You again. اوبا. وين امه هذا؟
يعطيني. اوكي بسرعة 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 بسرعة. تمام ذهب يا اخي ذهب ارشد. طيب نفست منه هسه وين ان شاء الله. God damn it. Fuck. شو فيه؟ أحا. كيدمان. طيب بس نلاقي علينا انه نلاقي كيدمان. افتح يا كبير. هيا كيدمان وريزلي. What's she after? شو بدها تسوي؟ بيغلك ظلت تتفرج عليهم. طيب وين الطريق اليهم؟ اين السبيل اليك دلني شو هذا؟ اوكي شو صار؟ أيوة. It's not your fault. I'm sorry. Stop. ولا تشوفي. You don't understand. You don't know what he'll become. I do. I've seen it. You don't understand what Ruvik is after. So tell me, what is he after? He's after Leslie. What, he needs to finish his science project? Don't patronize me. I have orders. I can't let him have this boy. Uh-huh. Well, Leslie is the only one he can... يوسف ولعت شو صار؟ تمام انتهى الفصل 13. تمام اصدقائي لغاية هون ننهي معكم الحلقة. اتمنى انها تكون نالت اعجابكم. لا تنسوا اللايك الاشتراك تفعيل زر التنبيهات. نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.